يعني بسبب ارتباطها. نحن نقول لهم الشعب هو ابقى من النظام السوري، وانتم احرقتم المراكب، لان النظام السوري سوف يتهاوى تحت وطأة عدم التراجع من قبل الشعب السوري. نتمنى ان تصل الرساله بشكل واضح الى الحكومه الروسيه والصينيه، واليوم مساء سيشاهد العالم كله اعلام روسيا والصين تحرق وتداس من قبل الشعب، من قبل جميع مناطق في سوريا. نحن وجهنا هذه يا الدعوه علي، عبر صفحاتنا على علي اسمح لي، إذا أحرقتم الأعلام لن تتأثر لا موسكو ولا بيجين، ما المطلوب اليوم منكم في خطوات مقبلة بعد هذا الفيتو الأممي لقرار يدين أقله القمع في سوريا؟ المطلوب مقاطعة شاملة للبضائع الصينية والروسية من قبل الشارع السوري. هذه أقصد سياسيا، سياسيا علي. سياسيا نحن لا نملك الا توجيه الرسائل، ويجب ان يكون هناك غطاء عربي، لان كما سمعنا من المحلل سابقا مراسلكم، اذا لم يكن هناك غطاء عربي يضغط على الحكومه الصينيه والروسيه، ماذا يستطيع الشارع السوري ان يفعل غير التنديد والغضب والتعبير عن الغضب حتى تصل هذه الرساله، ومقاطعه وحرق البضائع وتكسير البضائع الصينيه الروسية حتى تصل الرسالة بشكل سياسي. أما نحن كهيئة سياسية نتوجه للمجلس الوطني السوري أن يصدر بيان وأن يخاطب الحكومة الصينية والروسية بشكل سريع وواضح أن هذا القرار مدان من قبل جميع أطياف الشارع السوري، لأنكم تعطون بهذا إشارة واضحة إلى النظام السوري بالاستمرار بعمليات القتل. أخي الكريم، هناك تحليل آخر يقول يا علي إن هذا القرار المرفوض وكأنه فرصة الاجتماع على كلمة سواء والعودة ربما أو البدء في مفاوضات جادة مع النظام السوري، ما رأيكم؟ هل يعني تمانعون تماما؟ هذا كلام هراء أخي الكريم، كيف أنا أي كلمة سواء بيني وبين نظام؟ امبارح رجع لي الطفل حمزة ريحان عمره 13 سنة، ظاهر قدام مدرسة محمد عروب بحما، اعتقلوه ب 28 شهر، امبارح رجع لي جثة عند أهله. كيف بدي اتفاوض انا مع هذا النظام؟ يعني كيف يعني؟ هذا كلام مرفوض، لا يمكن علي احد ان يقبل ولا ان يتخيله. اما اللي بيفتحوا قنوات مع النظام من تحت لتحت فهن مكشوفين قدام الشارع السوري، وهؤلاء هم وراء الموقف الروسي والصيني، والاعيبهم مكشوفه يا اخي الكريم. نحن نوجه لهم رساله انكم تتاجرون بدماء الشهداء، تتاجرون بارواح، لا يمكن لاحد ان يقبل هذا الموقف منكم. تتردد الموقف الروسي والصيني بأن هناك معارضة تحاور النظام، اجتمعوا في أحد المزارع وهكذا وهكذا. شكرا. أما لو كان موقف المعارضة جميعا موحد لكان اتخذ هذا القرار. شكرا. نعم. علي حسن، الناطق الإعلامي للهيئة العامة للثورة السورية، كنت معي من دمشق.